أهلا بكم. جريمة قتل الشاب إيف نوفل تسارعت أحداثها بطريقة ما خلتنا نفهم حقيقة يلي صار بالتفاصيل، وأهم هالتفاصيل هو ما إذا كانت هالمجموعة المسلحة اللي اعتدت على الشباب الأربعة وقتلت إيف هي مجموعة مسلحة منظمة تؤتمر بتوجيهات معينة ومنظمة أيضا أمنيا وعسكريا ولوجستيا وربما سياسيا، أم هي مجرد حماس شباب متهور، خلينا نقول بين هلالين كمان أزعر، ما عنده قيمة لشيء وبتنتهي حدودها عند هيدا المجال بس. وعند السؤال عن سبب التسرع وعدم تفصيل أحداث الجريمة لمعرفة كل خيوطها وخصوصا ما إذا كانت مجموعة منظمة أو عمل إجرامي فردي، كان الجواب أنه الضغط الإعلامي اللي تعرضت له أو اللي تعرض له المسؤولين بهيدا الموضوع بالذات هو اللي خلى أنه يكون السبب لحسم هيدا الموضوع هو سريع جدا. هالجواب يمكن بيوضح حد للتساؤلات حول جريمة قتل إيف، ولكن رح يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر بكتير حول جرائم أخرى أخذت ضجة إعلامية مماثلة إذا ما كان أكثر من جريمة إيف نوفل، ولكن الضغط الإعلامي اللي انعمل حتى اليوم ما قدر يلزم لا قوى أمنية ولا أجهزة ولا سياسيين ولا حتى قضاء بالالتزام بإحقاق الحق والقانون بهالقضايا. وعلى سبيل المثال للحصر، جريمة بتدعي اللي راح ضحيتها شخصين من آل فخري تمت تصفيتهم داخل منزلهم على يد مجموعة من آل جعفر من دون أي سبب وبعد ما حدا توقف منهم حتى اليوم. جريمة تانية حصلت بمنطقة زحلة، راح ضحيتها الشاب حسن العريبي، سلم كل المتورطين بشكل غير مباشر باستثناء يلي نفذ الجريمة، بعده بيتمتع كما يقال بغطاء سياسي بعيدا عن يد العدالة. عشرات الجرائم انبح صوت الإعلام وأهل الضحايا هني وعم بيناشدوا الدولة تتخذ لهم حقهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. ليش ضغط الإعلام كان فعال هون ومنه فعال هونيك؟ تقرير. الوالدة عطتكن عمرها، والوالد ما بعرف. للأسف هيك صار وقعنا بلبنان، جريمة قتيل أو أكتر، بكي تشيع، بس بعدين هل عم ينوصل للمجرم تيتحاسب؟ شفنا بسفنيات بقلب البيت وحدا حامل بسفن بقلب الصالون. مذكرات توقيف وجاهية وغيابية صدرت بحق المشاركين بجريمة قتل الشاب إيف نوفل اللي كان عم يحتفل بعيد ميلاده مع رفقاته بملهى بكفر دبيان، فوقع شكال بينهم وبين شرب الخليل اللي أعطى أوامره عبر الهاتف لمجموعة كمنت لإيف ورفقاته وأطلقت النار عليهم، فانقتل إيف وجرح أحد رفاقه، وتم تهريب شرب الخليل لبريتال وين ألقي القبض عليه. نحن قدام فصيلة ريفون عم نسلم حالنا بإرادتنا، ونحن منعزي أهل إيف تعزي الحارة. نحن لم نعرفه ولا شيء، خاينة إيف مثل خاينة. نحن منعرفه، مانا عارفين شيء بالموضوع، عمرنا من عمره شاب مثله، ومانا متوقعين إنه إيف يكون يما اللي كانوا بالسيارات يكونوا يما اللي صار، لأن نحن مش بقصنا شيء. لبنيتنا القتل بحياتنا مش إيفين حدا. إن شاء الله العديد يا شباب تاخذ مجراها.
هالجرائم اللي تكررت بالأشهر القليلة الماضية وتنقلت بين كل المناطق اللبنانية، من جريمة قتل إلي نعمة بعين الرمانة، لجريمة قتل صبحي ونديمي فخري ببتدعي بمنطقة دار الأحمر، لجريمة قتل حسن العريبي بزحلة، وصولا لقتل إيف نوفل بكفر دبيان وإليان صفطلي بالكسليك. كل هالجرائم تفتح الباب للسؤال عن المحاسبة، خصوصي انه بعدد كبير منا الاشخاص اللي عم بيتم تسليمه للقوى الامنية هن صحيح متورطين، بس مش اللي نفذوا الجريمة بايديهم ولا المحرضين. معهم 24 ساعة، يا بيتسلموا زعران للدولة يا نحن طالعين ابو جعفر. اما الاشكالات الفردية اللي بيتم استعمال السلاح فيها فما اكترها، والابرياء يلي بيموتوا برصاص طايش كمان ما اكترهم ببلدنا. فكيف بتفسروا وجود مجموعات مدنية مسلحة وقادرة ترتكب جرائم بأسلحة حربية موجودة معها على المفضوح، وقادرين يحصلوا على مساعدة لتهريبهم بطريقة منظمة من منطقة لمنطقة وصولا لمحل بعيد عن عين الدولة وإيدها مثل ما اعتقدوا؟ حضرة المقدم جوزيف مسلم، رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، مساء الخير، أهلا فيك. أيضا الأستاذ المحامي هالي البستيني، أهلا فيك. كمان رح يكون معنا اتصال مع سعادة النائب يوسف خليل، واتصال أيضا مع باتريك فخري، ما بعرف إذا علق الخط معه لأنه هو موجود خارج لبنان، وهو نجل الضحيتين نديمة وصبحي فخري. بداية حضرة المقدم جوزيف، المقدم جوزيف مسلم، يعني اليوم مثل ما بيقولوا ضيع الطاسة، يعني صارت الجرائم عادي، يعني إنه واحد يشيل فرده يقتل شخص وعامل حسابه أنه أنا بقتل وفي مين يغطيني أو في مين يخبيني أو بهرب أو بروح في مناطق بلبنان أو جزر أمنية بلبنان بنروح عليها أو بنطلع برات الحدود ما حدا قادر يجيبنا. وصارت الشغلة أنه دائما عم بتصير الأمور أنه يا خي ما قدرنا جبنا القاتل، بنجيب اللي كانوا معه، لأنه عقوباتهم ما راح تكون كتيرة. راح يشرح لنا بعد شوية الأستاذ بستاني عن هيدا الموضوع. اليوم في مين كمان عم بيقول أنه طيب نقال انه جريمة ايف نوفل تسرعت بهذا الشكل نتيجة الضغط الاعلامي الكبير، طيب الضغط الاعلامي ايضا اشتغل على جريمة عائلة فخري ببتدعي، اشتغل على جريمة زحلي، اشتغل على جرائم كتيرة بلبنان، ما شفنا هالضغط الاعلامي عمل شغله مثل ما عمل شغله هون. والاهم اللي الناس بدها تعرفه اليوم انه هاي المجموعة اللي نفذت عملية قتل ايف نوفل بالطريقة اللي رسمت، يعني اللي بتطلع بدءا بمشكل شخص بيعطي أوامر على التليفون لمجموعة مسلحة تنزل تقطع طريق تقوس صايب وقاتل على سيارات فيها شباب قتلوا اللي قتلوه وجرحوا اللي جرحوه، بعدين في عندك خلية لوجستية أمنتلون أماكن يبيتوا فيها، أمنتلهم شرائح تليفون، أمنتلهم تواصل مع مناطق لبنانية أخرى، نقلوا على منطقة كمان لبنانية بيعتبروا أنه يمكن الوصول لها شوي صعب، خلت في علامات استفهام أنه هيدا مش عمل فردي، يعني هاي المجموعة الجاهزة لهالتحرك بهالسرعة وبهالدقة هيدي مش مشكل فردي، هيدي مجموعات خلت العالم تخاف أنه بكل المناطق اللبنانية. هل يا ترى في مجموعات أمنية جاهزة لكل فريق، لكل حزب، لكل تيار سياسي، لكل مجموعة أو لكل زعيم جاهزين بهيدا الشكل بعيدا عن عيون الدولة والدولة مش عارفة فيهم؟ إذا ما صار جريمة مثل اللي صارت مبارح ما بنقدر نعرف فيها. أول شيء خلينا بدنا كمان نعزي خطوة خطوة، أكيد أول شيء الجيش اللبناني بالشهداء اللي سقطوا براس بعلبك، طبعا قوى الأمن الداخلي أيضا بشهيدنا الملازم عجاج اللي سقط كمان الله يرحم مساء كل مساء امبارح، فمتمنى يعني التعازي لأهلهم للمؤسسات الأمنية، وهيدا من ضمن العمل الأمني اللي عم نقوم فيه كمؤسسات أمنية. فيما يتعلق بجريمة القتل، الجريمة بحد ذاتها يعني هي ظاهرة اجتماعية متتأثر بوجود وجدت منذ وجود الإنسان البشري على الأرض وحتى اللي موجودة،
هالظاهرة الاجتماعية تتأثر بمحيطها لأنه هي عمل اجتماعي. نعم. بقدر ما يكون الوضع مستتب وآمن من جميع النواحي، يعني من النواحي الاقتصادية، من النواحي الاجتماعية، من النواحي السياسية هي الأهم، يعني يكون في وضع سياسي هادئ ومستقر، الوضع البيئة المحيطة فيه أيضا كمان، يعني الوضع اللي عم بيصير بسوريا والمنطقة بشكل عام وصور الإرهاب وصور الدم والعنف، هذا شيء عم ينعكس علينا. في شغلة أهم، يعني نحن عم نحكي على البيئة الحاضنة لهو المواضيع. نحن بنشوف كل الجرائم أو معظم الجرائم اللي حصلت خلال الفترة الأخيرة، لا بيئة إرهابية، لا بيئة جيعانة، لا بيئة سرقة، لا بيئة عصابات، لا بيئة فلتين، هن من بيئة شابين سهرانين بمطعم علقوا ببعضهم. الإشكال بين أنه طلعت لي بصحبتي طلعت لك بصحبتك، راح عنا كم قتيل وصار عنا مجزرة. بمطرح تاني كمان ناس سهرانين بمكان، يعني البيئة اللي عم تحكي عنها 100% مزبوط، بس لا ينطبق على ما نحن نعيشه اليوم. يعني لا كسروان بيئة حاضنة لمثل هذه الجرائم، ولا زحلة بيئة حاضنة لمثل هذه الجرائم، ولا حتى دول عفوا مدن ومناطق لبنانية كثيرة حاضنة لمثل هذه الجرائم. هيدي أعمال فردية، ولكن دائما في مأخذ أنه مين حامي هودي الناس، مين حامي هول القبضايات الزعران. وأكبر دليل على اللي عم نشوفه الفيديو اللي راح نشوفه بعد شوي، يا ريت فيك بس أستاذ كميل تفرجيني هيدا الفيديو اللي أثار إشمئزاز الناس، إنه اثنين رايحين يسلموا حالهم بتهمة قتل، قاعدين عم يتملأسوا ويتمسخروا على قوى الأمن الداخلي وعلى الدرك. يعني وصلت الوقاحة، يعني وصلت وقاحة واحد قتل قتيل رايح تيسلم حاله عم يتمسخر على القوى الأمنية. يعني قد ايه، يعني اكيد شفتوا هيدا الفيديو. نعم، وهذا له يعني في تفسير له كمان. لك طيب، يعني قديش هودي الناس، عفوا على التعبير، عفوا، مش قاريينكم ومش قاريينا ومش قاريين الدوله. هيدي الصوره اللي فرجوها، ولكن الشباب اللي سلموا حالهم، يعني نحكي اسمعونا، اللي سلموا حالهم نتيجه ضغط مش بارادتهم. هيدي صوره عم تفرجي انه عمليه، انه هي بارادتهم، ان اخذوا قرار تسليم نفسهم نتيجه الضغط اللي صار كتير كبير عليهم، وكنا حنوقفهم، قربنا نوقفهم، قرروا يسلموا، لانه كل البيئه انا مش عم بحكي، انا عم بحكي على هيدي، على هالنوعيه من الناس. بنحكي على التربيه، لانه اذا عم نقول بيئه او غير بيئه، لانه واحد قتل زلمه عم بخبرك على كميون رمل، انه الدركه خي ملقينا في حدا هون، هني اهتمامهم بكميون. اول شيء فيما يتعلق بهيدي الصوره، لانه بعد ما نحكوا انفتح المخفر وتم الشخص يلي كان عم بيسلمهم، وكانوا كان في ايضا ضابط من شعبه المعلومات موجود بمكان التسليم. يعني هيدي الصوره شوي منا واضحه، يلي عملوها تمثيليه اللي مبين فيها. هلا نحن فيما يتعلق في تكوين نفسي ايضا، يعني الاشخاص اللي عم تقول عنهم، كيف شفتها تمثيليه؟ هن عم بيشوفوا حالهم بهالطريقه، عم يفرجوا حالهم هن مرتاحين، مش فرق اني معهم، هذا الشيء خاطئ، لانه هن كانوا تحت ضغط تسلموا حالهم. هن عم يمزحوا بهالحال، انه مش فرق اني معهم، هذه الصوره مختلفه كليا عن الواقع، ان كانوا تسليموا تحت ضغط. فنحن لما نقول ايضا الانسان لو البيئه مختلفه، انه نوع منطقه كسروان منطقه مسالمه، يعني ما البيئة غير موجودة فيها، الوضع مختلف. نعم. في المستوى العلمي مرتفع جدا، الوضع الاقتصادي أيضا ممتاز، ولكن أيضا في التربية، يعني الشخص، يعني في نوع العامل النفسي له تأثير، التربية البيتية، العامل العدائي اللي عندهم، في الصورة الاستهترية والعدم المسؤولية الموجودة عندهم، والدعم. المساندة اللي كذا مرة بيكون في عنده، بيقوم بمشكل، بيكون يعني في دعم لأله، يعني لما شخص يحس حاله مدعوم، يعني لما بيطلع بفرجيك كوليكسيون سلاح، في اشخاص يعني 100% الاشخاص اللي عندهم عدائيه. طيب. في اشخاص بيكونوا ما عندهم عدائيه، ندعم، خلينا بس نمشي خطوه خطوه. هل هذه المجموعه اليوم اللي نفذت جريمه ايف، من خلال المعلومات والمعطيات اللي لديكم، هل هي مجموعه منظمه او عمل فردي؟ يعني هذا يعني في صار في تحقيق ايه؟ سر بكل صراحه. نعم. يعني انا ما في احي، لانه صار بايد القضاء. نعم. مجموعه بيعرفوا بعضهم، عندهم مشاكل سابقه نتيجه الوضع التربي العدائي، التربيه الموجوده فيهم، انه هن اقوى، قادرين يسيطروا على الاخر، عدم القبول بالهزيمه، انه الشخص اذا قال له شغله او بيقعد كمان بفسر تفسير للاخر بصوره عدائيه ويقبل، وعدم القبول بالهزيمه ويريد السيطره على الاخر. هل ممكن يكون في جهه سياسيه وراهن؟ لا، ما في جهه سياسيه، في اشخاص بيدعموهم، في اشخاص بيحاولوا يساعدوهم، بس اثناء هذا العمل اكيد ما حدا بيقبل اللي صار. اللي صار هيدا عمل نتيجة تطورهم بالأعمال العدائية اللي عندهم إياها، يلي ميزت بسلوكهم وصلت لهيدي المرحلة. طيب. إنه أي عمل بده، أي عمل بينهو بالعنف، ما زال يعني عدم التربية على إنهاء المشاكل. نعم. بالطرق السلمية، ما هيدي تربية. طيب. التربية البيتية هي الأساس. هودي الشباب قدرتوا تجيبوهم من بريتيل، ونحن حكينا معك إنه بتذكر نهار التنين. نعم. وقت حكينا إنه نحن مستعدين وما نجيبهم. مزبوط. كان عندنا ثقة إنه نجيبهم. جبتوهم من بريتيل. طيب،
المطلوبين من آل جعفر اللي نفذوا جريمة بتدعي وينن اليوم؟ وكل الناس عم تسأل إنه خيي هل في يعني في ناس ما في خطوط خطوط حمر إنه بيعملوا اللي بيعملوه وما حدا بيسترجي تبع كلمة بيسترجي يقرب صوبهم لأنه ما حدا بيعرف شو بيصير؟ في توقيفات عم بتصير فوق بالبقاع. نعم. يعني مش أول مرة يعني بيصير في جرائم قتل وفي عنا إحصاءات لجرائم قتل بمنطقة يعني محافظة البقاع وأكيد في منطقة يعني اللي هي من بين المحافظات يلي بتحصل فيها أكتر يعني من بين المحافظات المرتفعة جرائم القتل، ولكن نحن منوقف جرائم قتل منوقف بالمناطق بقاع الشمالي. في عنا حاليا عسكر، في عنا قطاعات موجودة اللي نتيجة الوضع الكبير، نتيجة انفلات الحدود، نتيجة الوضع الأمني، أكيد يعني نحن قدراتنا يعني غير كافية بالمنطقة حاليا، ولكن عم نقوم بتوقيفات، عم نقوم بمداهمات، عم نقوم بالأشخاص المطلوبين. والتسليم بالتقسيط، تسليم يعني هيدا بالنهاية يعني اللي بيكونوا عارفين انه هالمجموعة موجودة عند شخص يا مسؤول يا سياسي يا زعيم، ما في تسليم، بصير يسلمكم اياهم بالتقسيط. ما في تسليم مثل جريمة زحلة، ما في تسليم، عم بيكون على البارد، تسليم بيكون تحت الضغط، ما في حدا بيسلمنا على رواية. نتيجة الضغط المقوم فيه قوى الأمن الداخلي على الأماكن يلي هن موجودين فيها، ونتيجة وقت نقرب نحن ما نوقفهم عم بيكون في تسليم لأنفسهم. يعني ما بتكون هي على البارد ابدا، نتيجه ضغط هيدي ما نعرفها، ضغط الاجهزه الامنيه، اذا في ملاشيات وعدم اهتمام ما حدا بيسلم حاله. كورونا قبل ما نسمع الراي القانوني بهذا الموضوع خاصة بجريمه قتل يقعد يسلم حاله، هيدا الشيء مفروغ منه، اللي بيسلم حاله هو نتيجه ضغط المقوم فيه. طيب قبل ما نسمع راي القانوني من الاستاذ بستاني خليني انتقل لسعاده النائب يوسف خليل. مساء الخير دكتور. مساء الخير استاذ توني. طبعا عندك شيء تقوله ونحن كلنا سمع للي حابب تقوله، تفضل. أكيد أول شيء بقوله إنه منطقة كسروان منطقة هادي، منطقة مسالمة بتحب الضيف. نعم. ومنفتحة على الجميع وفيها من جميع العيال، واختلطت العيال بين بعضها، يعني صار في مصاهرات بين كل العيال داخل المنطقة وخارج المنطقة. لهالسبب ما في أي ناحية عنصرية أو ما في أي ناحية عائلية، لأنه أعطوا العائلية نوع من الفعل هي مش موجود عندها. صار حادث برأيي حادثين، صار مشكل بعيون السمان، تبعوا حادث بعد على الطريق. نعم. صار في إطلاق نار وتم إصابة شخص طفيفي، والإصابة الثانية يعني أنا بتأسف إنه مثل كل بلدان العالم مفترض لما بيدعوا القوات الأمنية عند حادث إطلاق نار يجب أن يدعو الإسعاف، لأنه التأخير في معالجة الجرحى ممكن يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى عواقب وخيمة من الناحية الطبية. نعم. لهالسبب هالحادث اللي صار نقص تفاصيل كتيرة تتعلق، وهو حادثين تتعلق بالتفاصيل وبتتعلق بمجرى الأمور ككل، أو التساؤل إذا كان في عصابة أو شبكة. نعم. أنا نايب منطقة كسروان وطبيب يعني بمارس، ما لاحظت أنه في شبكة أو في عصابة بمنطقة كسروان. في شباب يمكن قريبين من بعضهم أو بيقدروا يتفاهموا بين بعضهم، عندهم نوع من الانفعالية، بس بيتمتعوا بطيب القلب وأحيانا بيظنوا حالهم أنه هني قادرين يفرضوا شخصيتهم على المجتمع او على إيه. بس دكتور كلامك شوي خطير، يعني خلينا ناخده بالمنحى الاخر، انه شويه شباب بيتواصلوا مع بعضهم بيتفهموا مع بعضهم، يعني هل صار التواصل؟ يعني انا دائما ما بدي اقرب على كسروان لانه بعتبرها بلدي ومنطقتي وبعرف ماذا تضم هذه المنطقه، بس كارثه اذا صرنا بمنطقة انه نتواصل مع بعضنا بالام 16 وبالاسلحة المتطورة وبنقدر نعطي اوامر انه والله قتلي هالشباب نازلين لعندك او وصلي اياهم اربعة على الطريق نازلين لعندك، يعني هيدي منا كسروان ولا بحياتها كانت كسروان ولا بحياتها كانت الاعمال الفردية بكسروان. من هون نحن كنا عم بنحاول نقول مين ورا هالشباب لهالقد هني عندهم ثقة بنفسهم انهم يوصلوا لمطرح يطلقوا النار بشكل مباشر على شباب تانيين ومش فرقاني معهم. هيدا السؤال، يعني السؤال اكيد لازم التحقيق ياخد مجراه، وهيدي هالامور ما بيكشفها الا التحقيق والعدالة. نعم. والقضاء.
يعني هل انت عم عارفه شخصيه دكتور بهالشباب اللي متورطين بهالجريمه؟ مش بكلهم، لا مش بكلهم. نعم عندي معرفه ببعض الشباب، هني شباب عاديين، احيانا لما بتسلم عليهم تعتبرهم شباب عاديين ما عملوا اعمال عنف متعدده حتى واحد يتهمهم بالعنف. ما مش عم برئهم في جريمه صارت، يجب ان يمات اللسان عن كل اللسان عن كل التفاصيل المتعلقه بهالحدث. بالنتيجه القرار هو بيبقى قرار القضاء، والقرار النهائي بيصدر عن القضاء وهو بيحدد مسؤوليات كل الاشخاص. شكرا لك سعاده النائب الدكتور يوسف خليل. استاذ بستاني، اليوم عم بنشوف ظاهرة تسليم الشباب اللي بيكونوا موجودين بواقعة الجريمة، ودائما بنحاول او بيحاولوا تغطية على من قام بالتنفيذ مباشرة، يعني اللي قام بفعل القتل بيجربوا يغطوا عليه وبيجربوا يبردوا دم الناس انه سلمناكم ناس مشاركين. وطبعا هون هني معتمدين على بعض البنود او يمكن فينا نقول ثغرات، على بعض المواد بالقانون التي ربما تخفف على هؤلاء اكثر من الشخص الثاني. لن ادخل بتفاصيل ودقائق التحقيق على اعتبار انه هن اغلى يعني الملفات اغلبيتها عند قضاة التحقيق. نعم. وهي يعني لا، انا ما بدنا نفوت بالتحقيقات، انا بدنا نفوت بالعقوبات. ولكن يعني في بعد استكمال لهالتحقيقات وعم بيصير في يعني القاضي بده ياخذ قرار على هوا الادله اللي بتقدم له، على هوا الشهود واستماع للشهود حتى يكون راي، وبالتالي تيوزع المسؤوليات من مدخل لشريك لفاعل لمحرض، يعني وفقا لمعطيات كل ملف على حده. اما بالنسبه يعني شخص مثل يعني اذا كنا عم نحكي انه عم بيسلموا بعض الاشخاص على دفعات، هلا ما بعرف شو الغايه منها، او انه قدم الوضع على الوضع انه يتقدم بشكل رائق، يعني الخلفيه تبعها هي خلفيه نوعا ما مثل نوع يعني إيه، بس القانون شو بيبقى؟ يعني القانون كيف يعاقب القاتل، كيف يعاقب المحرض، كيف يعاقب المشارك، كيف يعاقب اللي يعني خفي معلومات عن التحقيق مثلا الفاعل. نعم. الفاعل يعني من قام بفعل القتل، يعني الان بفعل القتل بده يكون بملء ارادته، بده يكون بملء، بده يكون بوعي وملك اراده اللي قام بهذا القتل. هلا هون بتفرق الامور، يعني هون حسب القتل قصدي عمدي. هلا التحويل كيف بصير؟ انه اذا كان المحرض بتقصد اذا كان المحرض عقوبته اخف من الفاعل؟ نعم. لا، المحرض اذا كان مسؤوليته بوقوع الجريمه مسؤولية موازية للفاعل يعاقب كالفاعل، يعاقب كذلك كالفاعل. المتدخل نفس الشيء، المتدخل كمان يعاقب نفس العقوبة إذا كان أدى إلى ارتكاب هذه العقوبة لو منه ما صار الفعل حقيقة. لا، أنا عم بحكي عن المتدخل بعد الجريمة مش قبل الجريمة. إذا عم تحكي يعني إذا واحد مثلا هرب لعنده القاتل. نعم. وفتح له بيته ونيمه. نعم. عنده بالبيت لتاني نهار وصله لمطرح تاني، أو يدخل ضمن المخبئين. إيه؟ يعني هون في فرق، اذا كان عارف قبل، اذا كان عارف قبل يعني ناطرهم، يعني اشترك. إيه؟ لا، اذا عارف قبل وخبى اشخاص او وسائل الجريمه بمكان ما وكان على علم وباشتراك مع الفاعل وكان عارف بهالمجموعه، هون يعاقب من 10 سنين ل 20 سنه عقوبته كعقوبه القاتل. بينما اذا عرف بعدين القانون بيعاقبه من 3 اشهر لسنتين اذا كان اذا قام بهالعمل من بعد ما حدثت الجريمه واكتملت عناصرها بالكامل. قد ايه عم تتعرضوا لضغوط كولونيل؟ خاصه بجرائم القتل بالعكس. يعني في دعم لتوقيف ما بتتعرضوا لضغوط مثلا انه ما تقربوا على هذا المحل؟ لا اكيد لا، طولوا بالكم، نحن بنشوف كيف بدنا نسلمكم اياه. اكيد لا. هلا في شغلات اذا قادر شخص عم يتعاون معنا يوصلنا له، اكيد هذا الشيء عم بكون عم بيساعدنا. يعني اذا في شخص عم بيساعدنا تيسلمنا شخص، هذا شيء مساعد لنا بيكون. نحن بدنا بهالحاله بس فيما يتعلق بجريمه العرايبه اللي صارت، في شخص بعد وثلاث اشخاص هن مشتبه فيهم، يعني ثلاث اشخاص مشتبه فيهم، بعد في الشخص الثالث يلي بعد ما يعني عائله العرايبه بتقول هو الاهم
بتفاصيل هذه الجريمة، هذا الشخص الذي لم يسلم هو الأهم، رغم أنه عائلة المتهم بالقتل بتقول أنه الإعلام صور وكأنه هني جزارين، ما صور حقيقة الواقعة، يعني عم بيلوموا الإعلام بهذا الموضوع، فكمان هني إذا حابين يقولوا شيء ففيهم المنابر مفتوحة لألون. بدي أتشكرك كولونيل، والله يحميكم والله يرحم كل الشهداء بالفعل اللي عم بيسقطوا كل يوم بعد يوم. في شغله صغيره، فضل كل فضل. الجرائم اللي صارت بهذا الشهر او الشهر الماضي تم توقيف كل المجرمين باستثناء يلي صارت قبل الفخري يلي هن يحتمل يكونوا خارج البلاد، اما في ما تبقى معظم الجرائم، يعني في جريمه مثل ما قلنا عريبي في شخص، في نيف كمان في كم شخص، واما ولكن تم اكتشافهم ومعظم المجرمين وكل الجرائم يلي كمان مره وعدت انه خلال اسبوع رح يتوقف، وهلا بتوعد كمان انه خلال فتره قريبه رح يعني يتوقفوا، يعني اكيد اذا كان صاروا خارج البلاد. يعني نحن بنقول كمان الفارين من وجه العداله هن ما بكونوا مرتاحين، يعني ما بينام عم خديته، يعني في قلق دائم بهوية مزورة بحياة صعبة متخفة، يعني كمان هو عم بيعيش سجن آخر خارج السجن، يعني ما بيكون مرتاح الشخص الآخر. وكمان شغلة صغيرة منطمن الناس انه رغم اللي عم بيصير بلدنا بقى يعتبر بمقارنة بين الدول المتطورة جدا مثل امريكا وروسيا وغيرها، نحن قد ايه يعني احنا بنشكل بمعدل ربع ولاية من برا، يعني 100,000 هي يقارنوا بمعدل 100,000 سكان، نحن متقدمين جدا جدا ونعتمد بعدنا لهلا بالدول الامنة. بدي اتشكرك كولونيل على حضورك معنا وعلى تلبية دعوتنا دائما. شكرا استاذ بستاني. فاصل، بعد الفاصل نعود.